السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي بالسوبر الـ14. خلاص يا جماعة مفيش متوشة، لأن خلاص معسكر المنتخب هيبدأ، وإن شاء الله البطولة هتبدأ في 15/1 وتنتهي 15/2. كل التوفيق لمنتخب مصر، وكل التوفيق للنادي الاهلي. ولما نقول لكم يا جماعه ان في قنوات مؤجره واعلام مؤجر انه بس يهاجم النادي الاهلي، انه بس يقلل من انجازات النادي الاهلي، الاهلي لما يجي يعمل حاجه جامده تلاقي ايه ناس تطلع تقول لك ايه بس كانت بطوله سهله، زي الهجاص لما طالع يقول لك ايه ده كاس العالم للانديه كان اسهل كاس عالم للاهلي. انت ايه عرفك كاس اسهل كاس عالم؟ هو انت لعبته ولا عمرك رجليك دبت هناك اصلا، انت ولا الفريق اللي بتشجعه؟ فالموضوع يا جماعه كله تضليل في تضليل، يعني بيتكسف يطلع يقول لك ايه لا بس مبروك انت عملت حاجه كويسه، مبروك انت عملت حاجه جامده، لكن لا دايما يطلع يقول لك هو انت ليه بتاخد البطولات دي؟ يعني عندك قناة تن دي وقناة بريمو، دول مؤجرين ان هم يهاجموا الاهلي. ماشي، تعالى اسمعكم اللي هو الاسلام الغير صادق ده قال ايه، يعني بدل ما يطلع يهني الاهلي الف مبروك للنادي الاهلي طالع يقول لك ايه بعد الاهلي ما خد السوبر. اسمع، ايه المشكلة لما فريق من الفرق دي، ايه المشكله النهارده ان مودرن فيوتشر يتوج ببطوله السوبر؟ ايه الكارثه اللي هينقص من تاريخ النادي الاهلي؟ مشكله هينقص من ياخدها بمجهود اسم النادي الاهلي ولا من لعيبه النادي الاهلي؟ ايه المشكله سيراميك كليوباترا او بيراميدز ياخد اي بطوله، الدوري، كاس لا بيراميدز لا بعينيكم. الافلام دي انت بتعمل تطوير المفروض في مسابقة الدوري، وبتيجي كل سنة تعمل قرعة في بداية الموسم وحفل للقرعة، حفلة بتبقى مميزة، ثم بعد ما بتعمل التورتة دي ركزوا في دي يا جماعة بترش عليها شوية ملح، بص ركز في دي، فبتبوظ كل اللي انت عملته في بداية الموسم أثناء الموسم علشان تودي يا إما الأهلي أو الزمالك إن ياخد بطولة الدوري، يعني بيوجه او ياخد بطولة كاس مصر. لازم يكون في تداول للبطولات يعني الاتحاد الكورة ده اتهام صريح لاتحاد الكورة، يعني اتحاد الكورة بيعمل القرعة وبيعمل التورتاية ويعمل الكلام ده وفي الاخر يوجه البطولة. ادي يا جماعة الاعلام بتاعنا اللي هو اصلا موجه، اعلان اصلا كذاب، اعلان ما بيقولش الحقيقه. بيقول لك ايه المشكله ان فيوتشر ما يتوج، فيوتشر احنا قلنا حاجه ما ياخد البطوله، فيوتشر ياخدها سيراميكا، ياخدها اللي ياخدها، بس ياخدها ازاي؟ بمجهوده ولا الاهلي اللي يديها له؟ الناس دي انا مش عارف يعني ان كان اللي بيتكلم مجنون ولا اللي بيستمع عاقل ولا ايه الموضوع بالظبط، انا مش فاهم. كلكم طبعا سمعتوا يا جماعه التصريح لما المراسل في ابو ظبي بيسال امام عاشور ايه شعورك دلوقتي في اول بطوله انت بتاخدها مع الاهلي؟ قال له الحمد لله وانا بشكر جماهير الاهلي وكل لاعيبه الاهلي اللي وقفت معايا وكل اداره النادي الاهلي، وان شاء الله دي اول بطوله بعد تالت كاس العالم للانديه، وان شاء الله اللي جايه احسن. وعايز اكلم الشامتين الشمات اللي هو الهجاص، ها خف شوية وبطل هري. طبعا الرسالة دي رايحة لكبير الهجاصين في الاعلام. هتقول لي هو في هجاصين؟ هقول لك ده كبيرهم، الاعلام كله مليان هجاصين، بس ده كبير الهجاصين اللي الوحيد اللي طلع قال على نفسه قال لك انا هجاص. اسمع الهجاص بقى ها هيقول لك ايه لما رسالة امام عاشور وصلت له، عاملينه تمثال من العجوه ده، تمثال من العجوه او من العسل ده هيسيح وبعد كده هترجع ريما لعادتها القديمه.
هي بس ايه زهوه ان هو جاي من الزمالك والكلام ده، ده انا اللي لعبته في النادي الاهلي رجعت بظهري. بقول لك رجعته بظهري، الرجوع بس بظهري بتاريخه كله. هو بيكلمك ايام ما كنت بتلعب مش ايام ما كنت سواق توك توك. يعني بتاريخي، بتاريخه كله اللي هو جاي واللي رايح، وطالع يقول لك انا مش عارف ايه وما ادري ايه. لا انت، انت وشك نحس على النادي الاهلي. ادي يا جماعه الاعلام بيطلع يعني يقول ايه على اي لعيب جاي من الزمالك. النادي الاهلي فقد بطولتين، اسهل بطولتين في تاريخه. اه اسمع، وكان النهارده الثالثه لولا ربنا، لولا ربنا، ولولا الجماهير اللي كانت ماليه الاستاد. والنهارده برضه عايز اعقب في الحته دي على ان هو اللي ما بقول لك انا اول بطوله ليا، انت بتلعب في ووتشر يعني، انت بعدين يقول لك انا كاس العالم، طب انت ما وصلتش ليه؟ انت قدمك قدم الساعه. في ووتشر دي مش فريق في البطوله؟ مش هقول لك خد النهائي، مش واخد ترتيب في الدوري عشان كده جه السوبر؟ في ووتشر النهارده احرجتك وخلت كل جماهير الاهلي بما فيهم كولر واللعيبه اللي جوه الملعب واللي بره الملعب. يا راجل في يوتشر ايه اللي احرجتنا يا ضلالي يا هجاص؟ ده الاهلي اللي احرج الدنيا كلها بقى خدانه للبطوله دي، لان الاهلي ها جاي منهك وتعبان من كاس العالم للانديه وجه خد البطوله. ده يثبت انه فريق كبير، ده يثبت انه فريق بطل. عارفين الاهلي تقدر تشبهه بايه؟ شفتوا كاس العالم للانديه لما السيتي كان بيلعب وراح جاي لعب ماتش اوراوا الياباني وبعديها راح لعب ماتش فلومنسي وخد البطوله شبيهه. بص كده، هو الاهلي جه من كاس العالم للانديه لكاس السوبر لعب الماتشين وخد البطوله، لان ده نادي كبير، نادي بطل. وبعدين لو الاهلي كان خسرها وفيوتشر كنا هنطلع نقول خسرها ليه؟ كنا هنقول الاهلي تعبان ومجهد وكل حاجه. لكن هم يقول لك ايه؟ طالما ما فيش زمالك ما تدوها للاهلي. شفتوا بقى الفوله فين والقصه فين؟ طالما ما فيش زمالك، هو بيقول لك انتوا بتعملوا كاس سوبر ليه؟ ما هو كاس سوبر اهلي والزمالك. طالما ما فيش زمالك وعمالين تطبقوها له ها ما تدوها للاهلي. ليه يا حبيبي نطبقها ليه؟ ده الاهلي وتاني فريق في الدوري اللي هو بيراميدز بيلعبوا في البطوله، بيراميدز اللي فوق منك. ها؟ الأقوى منك. كان بيلعب في البطولة. بيراميدز اللي اشترك في 18 بطولة ما خدش منهم واحدة. ما عرفش ياخد منهم بطولة. بكل المليارات اللي صرفها دي. ما عرفش ياخد منهم بطولة. بس هو كده. أي لعيب لو تفتكروا يا جماعة نفس الحملة دي كانت على كهربا. أول ما جه. ولحد دلوقتي شغالة على كهربا نفس الحملة دي. هل كهربا لو ما جاش من البرتغال على الاهلي كان العقد بتاعه هيتزور ويترفع عليه قضية زي ما اترفعت؟ بمناسبة العقد واللي اتزور، ها اسمعوا الفيديو ده. كهربا كان مهيب عبد الهادي معاك كابتن حسام حسن وكابتن اكرام الكبير وحش افريقيا، ها، وعمل مداخله مع كهربا. اسمعوا المداخله دي يا جماعه وارجعوا لي تاني. خفت من المباراه دي في وقت من الاوقات؟ طبعا خفت لما دخل فينا الجونين، كان 2-2 طبعا، فخفت قلت بس كده احنا يعني هنخسر. فكنا زي كلنا الدكه كلها كانت عمال نستغفر وعمال نقرا قرار واحنا قاعدين بره، لان الماتش كان هيروح مننا في ثواني وكنا هنضيع بعضنا. فالحمد لله يعني ربنا كريم وحاسس بينا والحمد لله يعني ربنا كرمنا. عملتوا ايه بقى مصطفى شوبير؟ لا ده اخويا الصغير طبعا. لا ما كابتن انت عارف يعني هو ما فيش يعني انا عمري ما اشوف غلط ليه ولا اقول له مثلا تغلط في حاجه، لان انت عارف الكوره دايما طبعا 11 لعيب بيخسروا 11 لعيب بيكسبوا. صح. وهو ما شاء الله يعني انت عارف هو يعني ما شاء الله حارس مرمى كبير جدا وللمستقبل يعني النادي الاهلي ومستوى منتخب مصر. فيعني ما فيش اي حاجه يعني النهارده يعني خاصه انا قعدت اتكلم بعد الماتش يعني ان ربنا يكرمك وما فيش اي حاجه والحمد لله كسبنا. كل حاجه بتتنسي يعني، لان هو كمان هو بيتعلم يعني هو بيتعلم كل يوم صراحه يعني. علاقتك بكولر يا كهربا؟ قول له علاقتك بكولر. ده الغالي ده. الغالي. يعني لا علاقه كبيره جدا يعني، يمكن هو يعني احلى ما فيه ان هو بيتعامل معايا نفسيا في كل الاوقات وكل الماتشات والتمارين.
فالحمد لله ده يعني ده يمكن هو اللي رجعني الكهرباء ورجعني المستوى دوت يعني الحمد لله. يعني انت بتقول له بابا كولر؟ ده ماي فازر. ماي فازر. ماي فازر. هو انتجي. لا والله ما انتجي والله العظيم خالص والله انت عارف اللي في قلبي على الثاني والله انا عارف مع الناس كلها دايما انا بحب نخلي الناس كلها وبحب الناس كلها يعني. انت جميل. اين كهربا من منتخب مصر؟ جاي ان شاء الله. قول انا جاي. ما اختاروش المعسكر اللي فات هو ضمه من 55 لكن انا بقول يا جماعه يا مستر فيتوريا اتفرج على الماتشات بتاعت النادي الاهلي واتفرج على تحركات كهربا حاجه رائعه جدا جدا جدا. طب بس بقى خلاص احسن ما يختارنيش. طيب طيب هو الخسران والله يا كهربا واحنا الخسرانين. لا لا انت عارف لا كل اللعبه جاهزه يعني بقول لك ركزوا بقى في دي عشان نخلص بقى من الغرامه وتدفعها ونخلص بقى من الفيلم ده ولا لسه؟ والله يبو يعني انا بحلم يعني ان انا اخلص الموضوع دوت بس انت عارف يعني انا الحمد لله يعني الواحد يعني ما بقدرش يتكلم الموضوع ده لان طبعا بس ندفع بقى ونخلص. بص يا مهيب انا هقول لك على حاجه يمكن ما يعني محدش يعرفها وعشان ننهي الموضوع ده انا العادي بتاعي يا مهيب انا مضيف 2016 طلع في 2019 متوثق في اتحاد الكوره في ناس من اتحاد الكوره بس مش هقول اسمها دلوقتي لما الموضوع يخلص في اتنين كانوا في اتحاد الكوره هم اللي عملوا الموضوع ده كله. تمام. انا ربنا هيجيب لي حق الفتره الجايه ديت وهيجيب لي حق منهم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ان شاء الله يا كهربا ركز في الملعب يا حبيبي بس. ماشي ماشي ركز في الملعب حبيبي بس حبيبي وربنا يكرمك وخلي بالك بشكر. انت ربنا مديك كتير يا كهربا ما شاء الله الله اكبر يعني الحمد لله ولو يعني راح الناس لو راح كاس الامم اللي جاي ان شاء الله ربنا يوفقه وهيبقى هيروح ان شاء الله هيبقى بنفس الاداء ده ربنا يخليك يا كابتن حسام الحقيقه ربنا يخليك يا كابتن وبشكر كابتن اكرامي وبشكرك يا حبيبي ربنا يحفظك حبيبي حبيبي مين جنبك يا كهربا حد جنبك؟ لا والله انا في العربيه لوحدي لوحدك طيب بقول له روح بقى يا كهربا روح نام بقى يا كهربا انا رايح انام ايوه حاضر ايوه مش عارف ملتزم الفتره دي ايوه ماشي يا حبيبي حبيبي يا كهربا جميل كل اللي اتقال ده جميل انا بس بسمعكم الفيديو ده عشان جزء معين بس لما بيقول له مش هتدفع بقى الغرامه يا كهربا قال له انا اتمنى والله قال له بس ادفع بقى وخلص قال له انا هقول لك على حاجه ها العقد بتاعي ده انا مضيته في 2016 اتاخد اتوثق في اتحاد الكوره في 2019 وفي اتنين هم اللي عملوا الموضوع ده انا مش هقول دلوقتي اما الموضوع يخلص يا ابني تقول ايه ما الموضوع الدنيا كلها عارفة الاتنين دول مين مجدي عبد الغني ووليد العطار هم الاتنين دول اللي زوروا العقد المرتضى منصور الاتنين دول زوروا العقد بامر مرتضى منصور وان شاء الله قريب هيتحبسوا بسبب العقد ده وحازم امام عنده علم بالكلام ده وعارف ان عقد امام متزور وكل الناس اللي بتفهم في الموضوع ده قالوا لك العقد ده فيه لعب والعقد ده متزور اشمعنى العقد ده من 2016 لسه طالع دلوقتي في عقد يتعمل من 2016 يتوثق في 2019 عشان تعرفوا بس ها ان هم جم على كهربا وان شاء الله ربنا هيقف معاه ومش هيدفع ولا جنيه بس الصبر طيب والصبر حلو وامام عاشور ردها على الهجاص الهجاص اللي بيقول لك ايه انا اللي رجعته بظهري ها مش عارف هتعمل فيه هو بيكلمك على ايام ما كنت بتلعب كوره مش ايام ما كنت سواق توك توك بظهرك ايه وبترجع بظهرك ايه بمناسبه الرجوع بقى والبتاع انت لسه مضروب في وسط البلد النهارده الباشا رضا عبد العال في وسط البلد النهارده ماشي راح عايل بنص نقل حاكك معاه العربية واحد بنص نقل فنزلوا عملوا مشكلة مع بعض فواحد من اللي واقفين بيقول له خلاص يا كابتن معلش وبتاع قال له انت مالك انت اخرس انت اللي قال له انت مالك انت دول وراه اتنين ولاده عياله مسكوا رضا عبد العال رقعوه علقة محترمة بقول له نعيما على العلقة المحترمة دي وانت تستاهلها عشان تعرفوا يا جماعة ان كل زملكاوي ها مهما كان في ناس كتير قوي محترمين وناس كتير قوي كويسين بس ايا كان هو ايه لما بتيجي الموضوع عند كهربا وامام زملكاويته بتنقح عليه وتلاقيه بص للصورة دي ها في استاد ابو ظبي بعد الماتش
المذيع قاعد والكابتن سيد عبد الحفيظ قاعد وجنبيه اشرف قاسم وجنبيه كابتن خالد بيومي. راح داخل امام، راح المذيع واقف، وراح الكابتن سيد عبد الحفيظ واقف، الصوره اهي قدامك اهي، وراح الكابتن سيد عبد الحفيظ واقف، وراح الكابتن خالد بيومي واقف. الوحيد اللي ما وقفش اشرف قاسم، راح مسلم عليه وبعدين يقول له تعالى يا حبيبي اصل انا مش قادر اقوم، راح مسلم عليه وراح رايح مسلم على الكابتن خالد، على الاستاذ خالد بيومي. كابتن سيد عبد الحفيظ استاذ ضرب جبهات زي ما بيقولوا، هو ضرب جبهه اشرف قاسم من غير ما يتكلم ولا كلمه. تمام. الكابتن سيد عبد الحفيظ في الصوره الاولانيه كان قاعد جنب اشرف قاسم، اول ما امام دخل وجاي يقعد قال له لا تعالى يا حبيبي هنا اقعد هنا، قال له لا لا، قال له تعالى اقعد هنا، وراح جاي قاعد جنبيه في الحرف زي ما انتم شايفين الصوره هي ما بتكذبش، عشان تعرفوا بس ان هو كل زملكاوي جواه ايه من ناحيه كهربا ومن ناحيه امام عاشور، كل واحد ما بيقدرش يخبي مشاعره حتى لو هو محترم. يعني اشرف قاسم ده من الناس المحترمه جدا، لا بنسمعه بيغلط في حد ولا بنسمعه اي حاجه، بس تيجي في مواقف برضه تلاقي زملكاويته بتنقع عليه، ما يعرفش يتصرف طبيعي، ما يعرفش يتصرف، تعرفش بقى خايف من جمهور، خايف من اعلام، خايف من كذا، خايف لا يقولوا له انت وقفت لامام عاشور، خايف لا يقولوا، زي ما انتم شايفين كده والصوره ما بتكذبش. كله وقف الا هو قاعد، راح الكابتن سيد عبد الحفيظ قعد امام عاشور وراح قاعد هو الناحيه الثانيه وراح حاطط له امام عاشور جنبه. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. لايك يا جماعه عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. سلام عليكم.